الكل في التقييم المجموعة الثالثة من مع المدربتين فاطمة أبو عزيز وهاجر المحمدي وتحت إشراف سمارت فيوتشر والعزيزة وداد وسي أنيس العموري. دونك باش نبداو مع المتباري رول اللي هو هارون العابد. هارون تقدم روحك. عسلامة الناس الكل، اسمي هارون العابد، عمري 15 عام، نقرأ السنة التاسعة في المدرسة الإعدادية حي الياسمين بمفيدة. مرحبا بك. اوكي هارون، جو في اريتي انا البارتاج وانت تو فا بارتاجي فوتر ايكرون وتورينا الخدمة نتاعك. حاضر. دونك البارتاج تو ها داكور دوكي اوكي تو انتو الجروب سي بون يا هارون. باهي هذايا الصورة اللي حسب الخريطة اللي بعثتوها لنا على الجروب. هذايا هو لحظة هارون سامحني سي با موزافي 5 مينوت بور بريزونتي نو ابارامون مدام وداد اي 5 دقائق باش تعرف اللي عندك 5 دقائق للتقديم ما تفوتهمش. هذه الصور حسب ما عطونا في الخريطة اللي هبطوها في الجروب متاع المدينة العتيقة. بدينا لنا عنا لنا باب بحر عمل له بوتون باش يظهر اسمه من بعيد. سامحوني انا قاعد نشوف في اون ايماج في جي معناتها هذيك بون داكور هكا هو لنا باب بحر هنا يا باب بحر تجنن محمد الكونيكسيون نتاعك مشو مع هارون الصوت يسبق الصوره برك حاول تقرب للموديم شكروا انا قريب لها قد ما نجم مدام به سيلو لنا سما باب قرطاجنة هنية الجزيرة هنية باب جديد ولنا باب النار مدام تو عملت البريزونطاسيون نتاع السور كامل تو مش نبدا في البريزونطاسيون نتاع الكوداج نتاع لاجون هوني الكود اللي خدمته باش نخلي لاجون يتحرك
كونيكسيون ضعيفة طريف. كونيكسيون خايبة. J'espère que je fais ma faute sur le code. Je crée ma connexion, madame. دونك انت لاجون تاعك باش يدخل من باب بحر؟ لا مش يخرج هو من باب حر حتى لين يوصل باب الجزيرة. معناتها اكوا اون بو سافواغ اللي معناتها باب بحر هو او ميم اندغوا سي هارون. نعم كيفاش معناتها انت علاش اخترت باب بحر من الجهة هذيك معناها؟ كيفاش عملت باش حطيت لامبلاسمون نتاعو من الجهة هذيك؟ حطيتو عشوائيا هو. خاطر اول باب بديت به هو بديت بباب بحر بعد تالي على نطاقه هو بنيت البيبان بجنبه بنيت باب قرطاجنة وباب جزيرة بجنبه بعد تالي باب جديد وبعد تالي باب منارة فما بوت بالكونيكسيون لاجون محبش يتحرك كود صحيح ولا جو ما يحبش يتحرك حطيت له البوان دو ديبار اي هارون اي بي وريد ستون وين ريد ستون خليته في الاخر بالكل مشان حتى كي يوصل يظهر كلمه كونغراتوليشن ويخرج يخرج لديفلام من هكاك فما فوت في الكونيكسيون جو ما يحبش يتحرك سامحني انا ما حضرتش في قهوه في قدم في روح فانا قسم يقرا هارون نوفيام اني نقرا في مدرسه حي الياسمين بن فيضه
جروب 3. كملت هارون سي لا هو لجون ما حبش يتحرك الخطر فما فوت في الكونيكسيون ما من اللور قلنا لكم لازم كونيكسيون باهيه حاولت نقرب من الكونيكسيون اكثر من نجم وخليت الناس الكل يسكروا الكونيكسيون كونيكسيون ضعيف كانك ما عندك معناتها ما عندك شنو باش تزيد تقدم دونك خليو الكلمه للجنه التقييم باش يسالوك مثلا مدام النجمه اني نمشي في المتاهه باش نوراهم باهي جرب انت يا مازال قدم شوف ورينا اش عندك يا هارون ورينا اش عندك حارب على خدمتك لاخر لحظه وانت معاك او عند السيد المتفقد السيدة ألفا وعندك السيد مراد عندك سي محمد سي إبراهيم هما اللي باش يشوفوا خدمتك وداد انت شد الوقت ولا هاجر الوقت صار كان يورينا الريد ستون وين عملها بالضبط و سي بون مدام هولا جون بدا يتحرك منها هولا جون منها نشوف الريد ستون فين اوكي بدا يتحرك مانويلمون تحرك فيها لا مخليها عامل له كود يخليه يتحرك اوتوماتيكمون فوت دو كونيكسيون سي مراد وبقيت الجورية مشكلة كونيكسيون هارون الله اسمعني هارون سامحني بعد اذنك سي مراد كنت رئيس اللجنه نعم شنو حب وصف لنا شنو حبيت تقدم بالبروجي نتاعك ما تقول لنا انت اورالمون شنو حبيت تعمل فيه البروجي هذا شنو هي الاوريجيناليتي نتاعك باش حبيت تساهم كيفاش معناتها البروجي نتاعك كيفاش مختلف عن الناس الاخرين معناه هو ماهوش مختلف برشا غير هما مختلفين عليا هما خايفين مني اما انا بديت مؤخر ما نجمتش نخدمها بالباهي علاش مؤخر فما مره العالم تفسخ من البي سي رست لي نعاود نعمل فيه مره اخرى اي اش حبيت تزورينا وما نجمناش نشوفو اكوز دو لا كونيكسيون فهمنا توكا شفناك عملت صور المدينه والاسوار نتاعها والمتاهه هذه لابيرانت والش اسمه اللي باش يتحرك نسينا المو تكنيك انتم اللي تسميوها لاجون فوالا الوين منين مشي فين مش يوصل شنو ما لي كومون ديريج لي زوبستاكل اللي عملتهم في ثنيت وقول لنا معناتها شويه خلينا نفهموا خليتو المتاهه صعيبه شويه باش ما ينجم باش ما تجيش هكا سهله عليه وما ينجمش يتعداها في ساعه وخليتو هكا ثنيات ساهلين ينجم يتعدى منهم يعمل اختصار
وخليت له ثنية صعيبين. أنا اخترت في الأجون كي مش يتحرك، مش يتحرك من ثنية من السهلة مش من الصعيبة، مش ما نطولوش في الوقت برشا. هو هذيك هي. مدام وداد راه المتباري الثانية يحب يدخل نزيد نقول مازال شوية. البارتير عملتهم بالبروغرام ولا عملتهم مانويل ماما بالكعبة بالكعبة الحجار بنيت ولا كيفاش عملتهم؟ بالبروغرام مدام. بالبروغرام بي سلاش فيلم سلاش كلوم بي. وي نستناو فيك. انا بون انا توا جوست ايفنتوالمون يوصل للبوان فينال باش على الاقل نشوف ريدستون باش ابراهيم ينجم يعمل ليفالواسيون ومن بعد اون فا باسي او كيستيون. ايفيدامون مسيو كان تحب نختصر الوقت هذا الكل ونمشي انا نوريكم الريدستون كيفاش باش يصير نجم راه اي احسن حاجه بقى. pour anticiper باش نتعداو خاطر ان عامل كود باش كي يتعدى لجوم من الخيط هذا يكتب لي يحط كتيبه في الشاشه مكتوبه كونغراتوليشن معناها كي مش يتعدى من الخط هذا باش تطلع له الكتيبه هذه خط الالي بلس معني ولنا تحت البروش بليت هذا حطيت ريدستون على اساس مش يعفس على البروش بليت فاير وورك مش يطلعوا لفوق ومش يترشقوا. عملت ريدستون بسيط مش برشا هذا هو. لا جوست سؤال برك قداش الدوري نتاع الريدستون اللي عملتها؟ خليته ماهوش صعيب برشا ومش لا الدوري عادي. الدوري قداش التوقيت؟ قداش التوقيت قداش يقعد؟ هي جوست كي مش يعفس على البروش بلاي طول طول مش يخرج فاير وورك. الحكايه كلها باهي. يعطيك الصحة سي هارون. عندك شي حاجة بريزونتي؟ تقريبا هو على جون قريب يوصل. هوني هنا تو هو مش يتعدى من الخط ومش يوصل للواحد مش بلاي. كهو مدام لو كملت سي وصل لجون وصار ريدستون يعطيك الصحة هارون. يعطيك الصحة هارون. جو بونس نتعداو لي كيستيون. باهي
باهي مدام ولفا. وي انا والله ما نبيها هارون يعاود وريني لا في دونسومبل نتاع المدينه والاسوار نتاعها. باهي مدام، هذا هو السور مدام، وحطيت في كل باب كوماند بلوك عليها بوتون، كي ننزل على البوتون يحط لي في الاكران اسم الباب. هاي ترى وريها لي البوتون يا خطا، ما قلت نمش عليها من الاول ترى. هذه باب بحر، فما شويه ديكالاج بين الصوت والتصوير. هارون اقرا حسابك اهو. هل ترى هذاك البوطون اللي فيه بلوس؟ اي لنا بارتاجنا يوين هما طلعش هما اللي نحط شيء جوست ديكالاج برا في الصوت والتصوير. لا بانو اوكي، هذا هو السؤال نتاعي انا سي مراد، ما عنديش حاجه اخرى. سي بون باه، ميرسي مدام ألف. به مراش سي محمد عندك شيء؟ يسهل هارون على الزخرف اللي اختاره، معناها طريقة الزخرف اللي في الجدران وشكل الأقواس، يعني تشوف يتناغم هذا مع الصورة متاع المدينة متاعنا، معناها مدينة تونس. خيارات الزخرف، فهمت هارون ولا؟ اي فهمت. يعني شكل القوس والخيارات الزخرفيه اللي مشيت فيها بالنسبه تتماشى مع روح المدينه، معناها روح المدينه بتاع تونس. اي خاطر انا اخترتها على اساس جي ساندستون، رمله عباره على حجر، خاطر كي شفت في الحجر العادي ما لقيتوش فيه الزخرف الباهي اللي مش يظهر اللي المدينه مزيانه. تو كي نجوا لنا في باب بحر فما زخرف يظهر اللي هو مصنوع من الحجر، معناها قريب للواقع. فما الزخارف اللي فوق باب بحر فوق السور بالضبط، فما زخارف ما لقيت لهمش الشكل بالضبط، حطيتهم قريب لها تشبه لها طريف. باهي هارون، تفضل سي مراد. يعطيك الصحة. سي إبراهيم. وي انس ابراهيم، كان عندك سؤال سي هارون؟ لا اعطاني على الريدستون شنو حبيت نعرف. سي بون انا بالنسبه لي. باه تري بيان. مدام وداد عندك ما تقوله قبل ما نقول انا؟ مدام وداد. باه تري بيان. هارون. نعم. ليفيتيت سي مراد، ليفيتيت. ايوا يسالناهم عن اللافتات، قال فما بوتون كي ينزل عليه ما عملش لافته هو ان فيت، ما عمل ان بوتون كي ينزل عليه يفيشي له اسم الباب هكا هارون ولا؟ اي مسيو فوالا. اسم الباب هكا هو الا فما معلومات؟ لا سي بون سي بون. بور تيرميني هارون. برافو هارون، يعطيك الصحة. نعم. فاطمة مدام هاجر اللي دربوك. لحظة مدام وداد، جوست عندي بتيت كيستيون هارون، في باش بنيت السور والبيبان وكل شيء استعملت لي بلوك ولا استعملت كود؟ لا مسيو، انا استخدمت كيما تشات لي في الماينكرافت، استخدمت الكلون والفيل، استخدمت الكلون والفيل باش نجم نبني البيبان. يا مالك تقدم روحك. اسمي مالك جلالي، عمري 10 سنين، والمستوى التعليمي نتاعي السنة الرابعة من التعليم الأساسي، والمدرسة أكاديمية قادة المستقبل. ونشكر منكم خليتوني نشارك في المسابقة وفرصة باهية. نعمل بارتاج ديكوان وعلى خدمتي. اي انت مالك هنا غير مالك جلالي؟ هذا باب الخضره عملت فيه لوحه وعملت فيه ديلون
من هنا هذه اللوحة تعبي بالخضرة وثم دي لامب هنا تيها يجعلوا بريبستون والابواب وعملتهم هكتيها في الابواب الكل هكيك واستعملت سلاش فيه عاد باش نبني السوق وهنا بنيت هذه المتاهة الأولى حركت فيها الأجون وبجيت في باب العسل وهذا هو بهذا شكل باب العسل من بعيد ومن هنا كي نمشوا في الاتجاه هذا باش نلقوا سكة وهذه المتاهة استعملت فيها ريدستون باش نبني الأبواب وهذه الأبواب ريدستون فيهم ألغاز وتنجم تدخلوا كان بالأركان كي تجاوب على الألغاز هذوك هذا مهمة الغاز هذا اللغز ده بالدخول كي باش يتحل باش يتحرك فصل الأجون وباش يخرج من الباب أخر وهذه سكة باش توصل للمتاهة الأولى الثانية من هنا في باب سعدو باش تسمى باش تقفز على القوس الموجود غادي باش ينقلك للمتاهة باش ينقلك القوس للمتاهة بالضبط هنا لهنا بالضبط في البلوك هذا اللي فوق القفص البوتون باش توقف فوقه باش توقف فوق البوتون هذا ستظهرلك ويلكم تو بالكوماند بلوك عملتها المدينة العتيقة بعد باش على شكل المدينة العتيقة هنايتي عملت معلومات عليها هذه المعلومة الأولى هذه الثانية وهذه المعلومة الثالثة على شكل الدار العربي عملت هالمتاهة كي تتعدى من هنا باش يكون عندك ابواب سرية بس كيف وكل شيء منا باش تتعدى هذا الباب فيه باب سري نود باس متاعه 2-4 باش يتحلل وهذا الباب السري والمود باس متاعه الثاني وفيه شي بالمود باس زيد ومن هنا يجي تتعدى منا باش تجيك البوابة باش تحل الدار تقلص منا باش تتحل وباش تتعدى من وسط ومن هنا تيه هذا صحن الدار فيه عجار وكي تتعدى من هنا باش تجي في باب كل باب من الابواب هذا ما يهزك للبيت مثلا الباب هذا يهز الباب سعدون هكيك هذا الباب الاول كي تمشوا منه كي تمشي من الباب الاول تدور منه باش تجيك باش يرجعك للباب الاول وكي تمشي من الباب الثاني باش يهزك للمتاهة المتاهة الثانية هذه باش تتعدى منا باش تعملك congratulation you هنا في عمل صندوق فيه فلوس معناه كأنه صندوق كأنه جائزة معناه فيه فلوس وكي تفعل البوتون هذا باش تجيك سرعة لحظة باك نحي السرعة اللي عندي باش تجيك سرعة كبيرة باش تنجم تتجول على مدينة تونس العتيقة بسهولة وقابو زيد عملت قابو تمشيله بسكة بسكة سرية هنا دي كي تفعل البوتون هذا باش تجيك سرعة عملت القبو فيه معلومات على ماينكرافت على المدينة التونسي العتيقة تمشيله من المكان هذا من هنا عندك ما ثم حد شيء كي تفعل هذا الاخر شيء هكا كي تفعله على اخر حاجة بالشكل هذا باش يفتح الباب هكا معناه كي تفعله هكا الباب باش يفتح وانت باش تتعدى من هنا باش تجيب عربة عربة وتركب فيها باش تهزك هي للقابو السري تركب هنا وتمشي بالعربة باش تطلع بك الفوق باش تعمل القديم وباش تهزك هذاك باب سعدون وباش تمشي من هنا بيك العربة بعد باش تمشي باش تدور للاتجاه هذاك باش نوقف حتى نمشي حتى عادي معلومات على الابواب على المعلومات الاولى هي الابواب التي اندثرت او اغلقت هذه الابواب التي اندثرت او اغلقت في تونس وهذه الابواب التي لا تزال قائمه وهما
الابواب اللي بنيتهم وهذا باب جعدون من برا عمل فيه ديلوم كما الابواب الكل هذا شو فيه ليفتة كما الباب الاخرين وهذه هي الخدمة متاعي اللي عملتها في ماينكرافت فيها استعملت فيها الكوماند بلوك وريد ستون والريد ستون لامب والسلاش فيل استعملته فيها زيد والسلامة وذكاو نزيد نعاود نشكركم منكم ما كنتوني من الاشتراك في المسابقة هذه وذكاو برافو 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 يعطيك الصحة نعطي الكلمة للسادة المتفقدين باش يسألوك وربما يشكروك على الخدمة دي المزيانة يعطيك الصحة حسب عمرك صغير يعطيك الصحة برافو تفضل سي مراد سي مراد وي سامحني الميكروفون كنت متسكره دونك جو سيد لا بارول ميساج نبدا مدام ألفا كالعاده تفضل مدام ألفا يعطيك الصحه مالك على الخدمه نتاعك اما بربي عايش ولدي كانت نجم تعاود تورينا ان افيرسيو نتاع المدينه نتاعك الكل بالصور نتاعها والمكونات نتاعها هذا من فوق باش يجينا من هنا نشوفوا هاي في المتاهة السوق من جيت نوريه كل ما نجيبش نوريه الكل من فوق ما انا هذا باش نوريه لكم بشوي بالجزء بالجزء من هنا عندنا باب سعدون هذا باب سعدون من برا هذا هو باب سعدون بالبار وكي نمشوا في الاتجاه هذا عندك القبو وذيك متاع المعلومات اللي وريته بقيلة ومن هنا باش نلقوا ابواب اخرى كما باب الخلقه اللي باللون البنفسجي شنو هذاك انا البني هاكا عندي البني عادي توا باللون البنفسجي انا هذاك باللون هذاك في المدخل استعملت فيه نعم المدخل نتاع كما تخلي المتاهة به 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 يعطيك الصحة أنا ذيك ما عندي من هذا هو السؤال متاعي معني شكرا كان تري رابيد ما تورينا البيبان مالك البيبان خطر براتيك ما ركزنا برشا على باب سعدون ورينا البيبان الأخرين تري رابيد ما ترى وراهم نبل واحد هذا الباب الأول باب بحر وباب بحار هذا وكي عملت فيه لوحة المعلومات هنا دكتور. هذه هي لوحة معلومات باب الخضرة وكي نمشوا من هنا وباب الخضرة هذيك باب سعد العسل باب سعد وهذا باب الخضرة عملت قدامك الساقة في الكوان هذا وفي دي لوم ومعلومات زاد اي في اللوحة هذه سي بون سي بون ورينا الباب ريدستون ومازالنا باب اخر من هنا مازالنا باب جديد هذا هو باب جديد اللي عملته وموجود فيه كل الابواب الاخرين لوحة معلومات في على عليه باب جديد وباب اخر في وسط السوق هي هذا مو مال الباب اللي عملته ياتك صح ياتك صح وهذا باب العسل زيد اللي عملت فيه المتاهة الأولى. يعطيك الصحة. به. مدام ألفا سي بون؟ سي بون سي بون. سي محمد تفضل. سي محمد. سي مراد ما عنديش سؤال خويا تفضل ما نسيتش. شكرا. سي إبراهيم. جوست سؤال صغير بالنسبة للسونز الإذاعة اللي استعملتها في قداش من الباب ولا الأبواب الكل ولا بعض الأبواب ريدستون استعملت فيها أبواب من في بعض الأبواب استعملت فيها من ريدستون وفيها من أبواب زيادة بالكوماند بلو واستعملت فيه زيادة بالكوماند بلو استعملت ريدستون في الأبواب في معظم الأبواب ريدستون بس وفي النهاية استعملته ولا
استعملت ويبسوب في النهاية أعطي لي واحد بالنسبة للوصول. استعملت فيها كوموند بلوك استعملت بلوك في المتاهات استعملت كوموند بلوك عطل وشاي فيه باي يعطيك الصحة شكرا انا بالنسبه لي جو ني با دو كيستيون بار كونتر باش نقول لك يعطيك الصحه مالك ولا بريزونطاسيون وي مدام نعرف لاجون ما نذكرش ريت اجون انا مشيت الاجون عاود وريهم لاجون مالك وال والكود البروغرام تاعو سي وبالنسبه للبلاصه اندرا استعمل بنيه بالحجره بالحجره والا بنيه بنيه بالسلاش في استعمل السلاش في سي بون سمعت خاطر قال معناها اوكي بي جوست سؤال اخر اسكو وريني الكود كان توريني الكود تاع لاجون نتاع تاع لاجون لك استنى باش يتحل باش نديرش بيه يا اختي لحظه نشوف سمعتني معناها هي تحل هذا هو الكوداج نتاع لاجون واضح يا واضح واضح يعطيك الصحه مالك شكون عنده يعطيك الصحه مالك سي بون سؤال اخر اسكو السور كله مربوط ببعضه بمعناتها والا خاطر كل ريت بيبان معناتها كله مبني جو سؤال ولدي جديد مش مربوطين ببعضهم اما الابواب الاخرين الكل ما مربوطين ببعض عملتوا كيما الخريطه بالضبط باهي اوكي شكرا مالك يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق يعطيك الصحه مالك اي برافو مالك يعطيك الصحه يعطيك الصحه بون شانس بون شانس ولدي عايش اي ولدي قص البارتاج وتجي متغادرنا عسلامة ريان قدم نفسك ريان اسمي ريان بواسي عمري 10 سنوات سنة رابعة برتاجي الإكران أي مرحبا بك رأيي عايشة شوفوا الإكران أي 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 باش نوريكم مشروع الميني كرافت اللي يحكي عن المدينة العتيقة بتونس أعدت بناءها حتى أحافظ على تراث بلادي واللي كان يتكون من 24 باب أما الأبواب التي لازالت قائمة هي 5 أبواب أول باب باش نوريكم هو باب الخضراء اكتب باللغة العربية والفرنسية ثاني باب باش نوريهولكم هو باب سعدو اللي يتكون من 3 أقواس رابع باب باش نوريهولكم هو
ببلا للثلث بيبيش نوريولكم هو ببلا سر. رابع بيبيش نوريولكم هو ببل جديد. خمس بيبيش نوريولكم هو ببل بحر. بعض الأسواق خارج السوق على خاطر الداخل باش نعملو المتاهة. استعملت الكود بويلدر باش نحرك لاجون من الباب العسل الباب الخضراء. استعملت الريدستون في زوز بيبان. نسيت البوست شوية على خاطر ما تحبش تمشي لي ما نعش بيها. مشيتي نكتب لهنا ستار باش يقعد يمشي لي لاجون. استعملت هذا الباب بريدستون يعمل لي صوت جرس. هذا لجون قاعد يمشي من باب العسل باب الخضراء. هو قاعد يمشي ويقف على خطر الانترنت بالسيف ما تمشي. المتاهة بالكوموند في حتى هو وصل باب الخضراء باش يقول لي لهنا متى يهودي ما اعيد بناء باب الخضراء. استعملت هذا الباب بريد ستون وكتبت على هذه الورقه كلمه السر باش نرمي الورقه لهنا 1881 باش تحلي الباب. بعد ننزل على جو باش يمشي لي ويخرج يقول لي ويلكم تو باب الخضراء. ومن بعد ننزل على القرص يسكر لي الباب وناخذ الورقة. عملت هذا النافورة باش نزين بيها المكان. استعملت مدفع بريدستون ها هو. إن شاء الله يكون عجبكم. يعطيك الصحة. برافو. رايا تنجم تورينا الخدمة الكل من فوق. في دونسامبل مع الخدمة. يا رايا نحي المطر. يا رايا نحي لنا المطر عايش ولدي. خلي الدنيا عصافير تزقزق. وبلا مثله قل له فاطمة. هاي قهوة. هذا الواحد الكل اللي عملته. الخريطة عملنا الفيو من فوق يا ريان. دونك ريان انت عملت السور والابواب والمتاهه في وسط المدينه وقلت ان انت عملت الاسواق البرع على خاطر من داخل عملت المتاهه هكا. اه ما كاينش ممكن باش تخليهم المباني هذوك نتاع الاسواق في داخل المدينه وتعمل بهم المتاهه. نجم اما خاطر
استعملت قبل المتيهة ومن بعد عملت الأسواق. بيه وباب البحر علاش عملته من الجهة هذيك؟ ترى وريوني أنا وباب البحر. هذيا. اللي عنده الفلاش هيك فين فين علامة التقاطع هيك باب البحر. اه. وعلاش حطيته غادي؟ على خاطر هي ربوة تطلوا على البحر. أما أنا ما عملتش البحر. على خاطر ما نجمش نعملو لهنا خاطر ما يصير إلا في العالم فينيتي مش البلا. وعلاش ما عملتش عالم فيني؟ هما قالونا علونا نعملو بلا مش انفينيتي. نعرفش مدام فاطمة مدام لا مدام فاطمة وهيش بون. انا بالنسبه لي وقت خدمنا من الاول بالحق عنده حق ريان خدمنا على البلا بون الكريتير نتاع الربوه والبحر انا ما انتبهت لهش بصراحه كمدربه نعرفش هاجر معايا اي احنا من الاول قلنا لهم كي تجي تبني على مون دو بلا باسكو كيما قالت زميلتي اون با يو لي كريتير معناتها دو ديفالواسيون. نذكر مليح وقتها قلت لهم الموقع والتضاريس والبحر هذوما الكل معناتها ذكر قلت معناتها دخلت وقلت لهم معناتها صحيح ولا احنا الجروب نتاعنا باش تلقاو الفازة الربا والبحر ما فماش دونك يكون غلطه بنا احنا. كيفاش باش تعملوا لهم من عرفت ولا الناس كل باش تكون نفس النور ما قلقتش معناتها ريان سامحني كيفاش بنيتهم الحيوت والبارتير معناها بالبرمجه ولا بالكعبه عملتهم بالبرمجه بالكوموند في اما هذا المثلث بنيته بالكعبة خاطر عملت قديش من مرة مجربها يا أخي ما جيتنيش. بيه وتوا أنت معناتها شنو توا هو أنت تعرف الهدف متاع المشروع هذايا أنك تستعمل الإعلامية البرمجيات الإعلامية باش تعرف بتراث مدينة تونس هكا ولا؟ آه. كيفاش انت تعتبر روحك عرفت بيه تراث مدينه تونس شنو الحاجه اللي معناتها تعتبر روحك عملتها جديده باش تعرف بالتراث نتاع مدينه تونس بنيتها خاطر باش نحافظ على تراث بلادي ها عاودت بنيتها بالماينكرافت اون 3D ها ليه أنا شكون عنده سؤال آخر أنا كملت استعملت البرمجة في الجانب باش يتحرك الباب الخضراء ريان هو ريان اسمه الولد ريان نحب ترد لي نوي بالله خنشوفوا الجو دو لوميير اللي عاملها معناتها حاجة مزيانة معناتها ترى رد هنا في الليل خنشوفوا هو ديجا هو في الليل أطلع هذه النفورة عملت شوية ضوء فيها باش يطوي فيها تضوى فيها حتى لهنا عملت فيها شوية أطلع الفوق خنشوفوها بالقديم مزيان حتى بالخضرة وكل بيبين عملت شوية زينة باش يضاوي ياهما هذوما أبعد البعيد باش نروهم أبعد البعيد باش يتراو صحيح قلتي كيف يا ريان نعم كلمتها المزيانة ذيك متاعك الخطوط المستقيمة والأشكال المتعامدة العمودية على بعضها هذيك منين استوحيتها؟ ذكركش بحاجة من الانترنت جبتها نقعد نتفرج على الوحيد
على اليوتيوب بيخي مبادل كلهم لصقتهم من بعضهم وعملت واحدة جديدة. على شنو تفرج؟ على شنو تفرج؟ نتفرج على فيديوهات متاع يوتيوب وهكك يقولوا لي كيفاش نعمل متاهة. باهي بابا اسمعني، ادخل على اليوتيوب ولا على الانترنت واكتب الخط الكوفي. باهي اكتب زخارف، زخارف بالخط الكوفي، حتى تلقى زخارف الخط، تلقى المتاهة متاعك هذيك كأنها لوحة زخرفية بالخط الكوفي اللي هو موجود في المدينة، موجود برشا في المدينة وفي الجوامع وفي المعالم الأثرية الإسلامية في المدينة. باهي بابا؟ باهي. يعطيك صح. سي مراد. وي. أنا سي بون بالنسبة لي راهو. سي إبراهيم بتاتك كان عنده شي رمارك. لا لا رمارك في كله أبدعت في استعمال ريدستون، يعطيك الصحة. كاو. ما عندي سأسأل. يعطيك الصحة ريان. إن شاء الله بالتوفيق. عايشك. ريان تنحي التحتاج وتجم تغادر نعيش ولدي. عايشك. عايش ولدي. باي باي. برافو ريان أبدعت. يعطيك الصحة. بسلامة. بسلامة على خير. بسلامة الفهم الديكرام تاعو. اي اي تقدم روحك. اي احنا الميكروفون عايش بنتي قدم روحك. عسلامة. عسلامة مدام. تقدم لنا روحك. ايه ايه عبد اللي من سيدي بوزيد نقرا سبعه اساسي اللي عبد اللي نموذج يا خالدين باش. مرحبا بيك. تو بارتاج تون ايكرون يا ايه وتورينا الخدمه نتاعك. قبل كنت خدمتي راني ما كملتهاش على خاطر عندي كونكور بحكم، وزيد كي دخلت الجروب معناها حسيتكم برشا متقدمين زيدوا برشا حاجات يا اخي، حسيت الوقت ما يكفينيش باش نخدم باش نكمل الخدمه وكلك علاش معناها ما كملتهاش، وباش نوريكم جوست اللي وصلت. ميساج. هي في البارتاج عايش بنتي توقف وتعاود تعمل بارتاج إكران، مش بارتاج مينيكرافت، تعمل بارتاج دو بيرو ومن البيرو تتعدى للمينيكرافت باش ما تبقاش هكا معناتها تظهر وتطفى. عمل البختاج صحيت عود عمل البختاج إياه البختاج وعود بارتاج دول يكروني مروقة ما غير ما تخرج من ماينكرافت. إياه إياه نعم. كيفاش نعمل البختاج كرون؟ امشي البختاجي، امشي البختاجي، أما اختار أول بوطن على اليسار هيك بيرو مكتوب عليه إكران ميرو آ بيرو. تنزل على بارتاجي. هاي بيرو. هيك أجوشة. فوالا. سبع. ايوه
هيبدا قدام خدمتك ايه باش تحكي انت عملت الصورة الداخلاني والبيبان وحطيت التصاور نتاعهم والبلسم باب البحر يبدا كيف من هكا ومن هذي تبدا من داخل جست عملت الصورة الداخلاني ما كملتش قبل الباب الثاني منا باب الجزيرة والباب الثالث باب جديد عملت البيبين كما هكا باب المنارة علاش عملت حاجز ايه ما بين السور وشنو هذيك الخط الاخضر اللي ماشي بالطول باش يحدد لي الصورة هذاك باش نقمر بيئه وانت عملت وحدك مسالش انا نتكلم في بلاصتها اي تفضل باهي انا بوها انت بوها ما نعرفش شوف رئيس الجوري ما نعرفش انا خاطر جوست في مون سمح لي لاس لا بريزونتي سون ترافاي ومن بعد هي تقدم خدمتها وخاطر سورانو تي حتى على تقديم الخدمه دونك على هي تقدم تفضل مرحبا بك الكادر هذاك معناها نتاع الصوره الداخلاني حتى الصور الكبير عملت له كادر هذاك كيف من هكاك بالاخضر باش هي هكاك على البلون باش نعرف الصور الداخلاني كيفاش نحدو والكل ما هو الصور الداخلاني ما زوز اسوار ما الصور هذا والصور الكبير لا اطلع على الفوق باش نشوفه احنا نشوفه في سور بركة توا ايه ما كملتش الخدمة بحطم شنو عندك هذيك الداخل في وسط السور شنو هيك اللي بالازرق و... حبيت نجرب باب بالكلي باب حبيت تجرب هذو هما ديزيكواسيون تاع مات ولا شنو اي شنو بينار معناها 0 ما يتحلش كي يبدا 0 ما يتحلش يبدا 0 ما يتحلش زاده و 0 ما يتحلش كي يبدا 1 باش يتحل الباب هكا ما يتحلش كي تبدا اي هكا 0 هكا 0 ما يتحلش كي يبدا 1 باش يتحل الباب كي يبدا هكا
هكا يتحب المغرب. وعملت محاولة نتاع شماريخ زادة وفما تقاوي كيف من هكا بالوت ريزوليسيون. ايه ارجع لك التصاور هذوكم، فما شنو اللي حطيت انت؟ حطيت تصويره فيها ربوة فيها بحر حاجه هكا ما نعرفش، علاش اخترت التصاور هذوكم؟ فسر لنا هذوكم شنو. حطيت اللي موجودين في البيبليوتيك نتاعو جوست حطيتهم هكاك، بدلت كان ريزوليسيون. اه فهمت. والتصويره نتاع البحر اللي حطيتها في الباب منين جبتها؟ حرة كل باب تعمل كل باب الصوره نتاعو الريال. منين جبت الصوره هذه؟ هذه مثلا تاخذها من الانترنت. ايه نهزها من الانترنت ونبدلها في بلاصه التصاور اللي موجودين عنده هو في البيبليوتيك نتاع الماينكرافت، ومبدلها وتتحط كيك في بلاست باش يحط هو التصاور الاخرين، حطيت له هذيه باش هو ينجم يحط. باهي يعطيك الصحه. عندك شي حاجه اخرى باش تقدمها؟ ايه جربت تجربه نتاع الشماريخ هكاك بمناسبه العيد. ايه وريني ما نساش. لحظه خنبدل اللي باش تبان. كيفاش اكتيفيت الشماريخ؟ اي جوري. اي نعم من المفتاح من هنا بالريدستون. ذاك بالريدستون. اي يعطيك الصحة. ايه عندك شي حاجة أخرى باش توريها؟ ايه نظم موكا هوا ما كانت هوا.